نروح بقى تركيا. أصدقاء أردوغان بدأوا في التخلي عنه الواحد تلو الآخر. النهاردة نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان قال إنه سيستقيل من المجموعة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم جراء اختلافات عميقة مع اتجاه الحزب. باباجان اللي شغل منصب وزير الاقتصاد سابقا بيخطط أن يكون برفقة الرئيس التركي السابق عبدالله جل خلال إطلاق حزب جديد هذا العام لينافس حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال بدأنا جهود جديدة لمستقبل وحاضر أفضل لتركيا أصبح حتميا. الكثير من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية تاريخية عظيمة تجاه هذا الجهد. احنا معانا على التليفون الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال مساء الخير. نور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك. قولي قراءتك إيه لقرار نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان بشأن استقالته من المجموعة المؤسسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم؟ واحد، فقدان الثقة في نظام حكم أردوغان. اثنين، الانشقاق بمثابة تكسير عظام لأردوغان ورسالة من أقرب الناس إليه ورفاقه في بداية تأسيس الحزب بأنه فقد صوابه. ثلاثة، إعلان تبرئة أمام الشارع التركي من أردوغان، من حكم رجب طيب أردوغان. أربعة، هذا الانشقاق والذي تتلوه انشقاقات كثيرة خلال الساعات القليلة المقبلة دليل دامغ بأن سياسة أردوغان فشلت في الاقتصاد وفي السياسة. خمسة، بمثابة شهادة ميلاد جديدة تعلن عن مولد معارضة حقيقية ستقود البلاد في المرحلة المقبلة. ستة، أن أوهام أردوغان بالخلافة لا تقود البلاد سوى إلى الهاوية والسقوط. سبعة، القفز من سفينة حزب العدالة والتنمية بعد أن غرقت في بحور الزيف والأكاذيب والخداع برئاسة المهووس رجب طيب أردوغان دليل على جنوح هذه السفينة في طريق الخطأ. ثمانية، علي باباجان كان وزير اقتصاد، إذا يعلم مدى الانهيار الذي وصلت إليه الحالة الاقتصادية في تركيا. أيضا كان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، إذا هو يعلم مدى فقدان الثقة في 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 تعامل وثقة المنظمات الغربية في التعامل مع رجب طيب أردوغان. أيضا كان وزيرا للخارجية، إذا يعرف النتائج التي وصلت إليها أو وصل إليها حكم أردوغان في التعامل مع دول الجوار والتدخل في شؤونهم. تسعة، الانشقاقات من حزب العدالة والتنمية وفوز المعارضة تتماشى أيضا أو تؤكد حالة الغليان في الشارع التركي ضد رجب طيب أردوغان. عشرة، يعني زي ما نتذكر وقرأت في صحيفة سبيجل الألمانية أن كل المعطيات الحالية تؤكد أن نظام رجب طيب أردوغان في المراحل النهائية ربما لا يصل إلى موعد انتخابه رئيسا مرة ثانية. طيب، بيان رئيس أو نائب رئيس الوزراء التركي السابق أشار إلى أن عدد من قيادات العدالة والتنمية سينضموا إلى الحزب الجديد، دلالة إيه من وجهة نظرك؟ وكمان يعني باباجان قال أن تركيا بحاجة في الظروف الراهنة إلى رؤية جديدة للمستقبل، هل فعلا زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي نقدر نقول أن ده بداية النهاية للنظام أردوغان الدكتاتوري القمعي؟ يعني خليني اقول لك، اذا كان اردوغان حضرتك بيقول انه من يصوت لحزبي يستحق الحياه ومن لا يصوت لا يستحق الحياه، اذا نحن امام نظام فاشي لا يمكن ان يلتف حوله. اقرب المقربين الى اردوغان عندما ينفض من حوله ده دليل قوي وموثق بانه فشل. فكره الهجره الجماعيه من حزب العدالة والتنمية هي بمثابة إشارة واضحة لأنه الشارع التركي سيتحرك في الفترات المقبلة، نتيجة أيضا أو دليل يؤكد فشل الدكتاتور رجب طيب أردوغان في إدارة حكمه.
عندما خلال الساعات الماضية عندما نجد أنه أقال رئيس البنك المركزي بدون الاستناد إلى أي سند قانوني أو إلى أي سند قانوني هذا القرار يترتب عليه نتائج تؤكد حجم الخسائر والانهيار والتراجع الاقتصادي. المقربين الذين ساهموا وشهدوا وعاشوا معه في 2001 حتى الإعلان 2002 تأسيس حزب العدالة والتنمية هم الذين التفوا حول طاولة واحدة، هم الذين وضعوا المبادئ وكتبوا الأوراق معا، الآن ينشقون ويخرجون عنه. وعاجلا أم آجلا يعني سيسقط إردوغان وحزبه؟ أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا ليك.